الوفد الامريكي بالاخر نرجع لانه خبر فريشك اليوم. الوفد الامريكي استقبل السيد رئيس الجمهوريه. هو وفد هام مكون من نائب وزير الخارجيه الامريكي ونائب مجلس الامن القومي والمكلف بالشرق الاوسط تقريبا وشمال افريقيا. خرج بيان من الرئاسه تقريبا ما فيش الموقف الامريكي. كما اكد مساعد مستشار الامن القومي الامريكي على الولايات المتحده الامريكيه متمسكه بصداقتها الاستراتيجيه مع تونس وتدعم المسار الديمقراطي فيها وتتطلع الى الخطوات المقبله التي سيتخذها رئيس الجمهوريه على المستويين الحكومي والسياسي. كيفاش تقرأ ربما هذا اللقاء والبيان اللي خرجته؟ هو اللقاء هذا طبعا معناه سال حبر كثير عنه اليوم، معناه خاصه بسبب يعني طبيعه الوفد. يعني مش من السهل ان الولايات المتحده الامريكيه ترسل وفد رفيع المستوى بهذا الحجم الى دوله معناها صغيره مثل تونس. معناها تونس ليست معناها لا روسيا ولا الصين ولا استراليا معناها ولا الهند ايضا. معناها هذا يؤكد على اهميه تونس في المنطقه، ويؤكد زاد لتونس في قلب الصراع، في قلب الصراع معناها الدولي والاقليمي الموجود، وفي قلب صراع المحاور ايضا هذا موجود. وهنا اليوم احنا نستغربوا، معناها ترى تشوف برشا تدوينات اليوم تنتقد في زياره هذا الوفد وهذا التدخل. جماعه السياده تو قاموا اليوم العشية، قال لك السياده وكيفاش وترى شنو الى غير ذلك، وهذه معناها ما يجيش وما نقبلوش تدخل خارجي. وهذوما بلعوا السنتهم وقت اللي جاء قرقاش بتاع الامارات، وقت اللي جاء وزير خارجيه مصر، وقت اللي جاء والبيان بتاع ليليزي زاد كيف على الخريطه الطريق وما شابه ذلك. اليوم ما تفكروا كنا فما السياده وفما كذا. احنا على كل حال ضد اي تدخل خارجي مهما كان معناها شرقا وغربا، ولكن تونس مش جزيره معزوله. لكن تونس مش جزيره معزوله بكل تاكيد. تونس هي في قلب الصراع، وامريكا بالنسبه لها تونس مهمه جدا. الولايات المتحده الامريكيه معناها تعتبر تونس هي كنموذج معناها ديمقراطي تحب ينجح. هي اسباب تونس ماهيش مصر، مصر ربما على علاقه باسرائيل وغيرها حاجه اخرى، ولكن بالنسبه لتونس مهمه. هو الرئيس بايدن معناها تو على حسب البلاغ معناها شفنا كونه معناها وجه رساله خطيه الى رئيس الدوله قيس سعيد الى غير ذلك، واللي استقبل وفد وشافه شفنا معناها. وفما القمه نتاع الديمقراطيه اللي باش تصير في ديسمبر القادم معناها زاد كيف. وهو ما كل الناس معناها بايدن اللي ما في عهدته هو على كل حال بالنسبه ليه يشجع الديمقراطيه الناشئه. ولكن زاد كيف معناها يشجع الديمقراطيه الناشئه. تونس علاش مهمه قول قائل بالنسبه للامريكان؟ تونس مهمه على علاقه بليبيا، على علاقه زاد كيف معناها ما تحبش تصير توتر في تونس مهما كان معناها. تدعم التجربه الديمقراطيه. تو شفنا معناها احنا تو لو ترى انت كيفاش تعاملت امريكا مع تونس في الازمه منذ 25 جويليه الى الان. معناها شفنا بلاغ في الاول من الخارجيه الامريكيه، بلاغ بعد من البيت الابيض، بعد مكالمه من وزير الخارجيه الامريكي، بعد معناها مكالمه اخرى من مستشار الامن القومي، ثم وفد اخر ويتابع الى غير ذلك، وشو بالطبيعه بالاضافه الى حركه السفير الامريكي. وفما حركيه دبلوماسيه اخرى. انا نتصور اللي الامريكان ربما يحبوا ربما من الرئيس طالبين خريطه طريق واضحه للمرحله القادمه. ويحبوا ربما ضمانه لاستمرار المسار الديمقراطي. هو بكل تاكيد راهو شوف باش نكونوا واضحين والناس تتفرج فينا، راهم الامريكان معناها ما همش يستناو فينا احنا ولا في اللي يتبع في الاعلام التونسي باش يشوف شنو صاير في البلاد. الامريكان يعرفون دبه النمله في كل العالم، كانوا عارفين وعندهم الاعين في كل مكان، كانوا عارفين بالانقلاب اللي قام به قيس سعيد اكيد. لا يعرفون كل شيء. امريكا هذه دوله عظمى، شنو يعرفوش. بالتالي لهنا، لكن هي الامريكان هكا يشوفوا الحدث ثم بعد كده يدخلوا باش يعالجوا. وربما الان هو التدخل بتاعهم بدا معنا زياره وفد كيما هذايا ماهوش سهل معنا. نعم. الحاجه الاخرى هما توا اذا يعرفوا كل شيء ويتابعوا ويعرفوا شنو هو حتى طبيعه الصراعات الموجوده في تونس، وشنو هي طبيعه التجاذبات الحاده الموجوده في البلاد، وشوفوا شكون يتدخل، وشافوا معنا برشا مطلعين على كل شيء. هذا معناه ما فيش ما همش في حاجه شكون باش يفسر لهم، وما هوش باش يسمعوا زاد ربما حتى بعض الاعلام بتاعنا احنا اللي يتحدث على حاجات انا خياليه وغيره. بالطبيعه عندهم حاجات على الارض وفي الواقع الى غير ذلك وتقارير توصلهم. هذوما ناس معناها دوله عظمى. بالطبيعه من صالح هي امريكا تحب معناها تنجح التجربه الديمقراطيه في تونس، تحب معناها وكان واضحه معناها عوده المؤسسات الديمقراطيه. كنقولوا عوده المؤسسات الديمقراطيه شنو نحكيو؟ نحكيو على البرلمان اساسا.
وهنا والمؤسسات الدوله بطبيعه تعود تشتغل. وتعتبر ان الضغط ربما الدولي هذا مؤثر ياثر على قيس سعيد شوف محدد. هي هنقول لك بالنسبه للامريكان تو ترى قريت انت بكري انا قريت واحد البلاغ الصادر في رئاسه الجمهوريه في صفحه تاع رئاسه الجمهوريه بطبيعه هو اكيد رأى الرئيس قدم لهم شنو التصور بتاعه وعلاش عمل لك هي وربما فما حاجات معينه اللي الدوله كانت ربما هالشكل فما مشاكل اجتماعيه واقتصاديه فما معناها انهيار كامل وهذا صحيح كان فما مشاكل كبيره برشا انت تو ما زلتش تسمع بقطع طرقات ولا بتسمع تعطيل انتاج ولا تسمع باهي تو هناك عوده الانشطه معناها عن نشاط الحياه الاقتصاديه العمل من جديد عوده كذا كذا الدوله ربما بو يحتمل لنا في مساله الشكل النظام السياسي قد يناقش فما خريطة طريق واضحة هل ترى نمشي مع النظام البرلماني أحسن ولا لا ربما نعدلوا فيه نمشي النظام رئاسي هذا يكون نتيجة حوار لازم الناس تقعد وتتحاور فما قانون إيه ما هو هذا يشوف هو ما هو تو القوى العظمى ما تدخلش في التفاصيل الصغيرة يعني. نعم القوى العظمى ما تدخلش في التفاصيل الصغيرة هذيك يخلوها بيناتهم بين التوانسة وبعضهم أما هما في الخطوط الكبرى لا بالنسبة لهم تونس مهمة واضح ولكن زاد هنا حتى الفرنسيين عندهم رأي عندهم رأي لكن بالطبيعه انا توا اذا كان تعرف انت هي الولايات المتحده الامريكيه حتى في عهده ترامب هو تعامل باستعلاء مع اوروبا باستعلاء كبير معناها وصارت قمتين لمواجهه الغطرسه بتاعه هو تقريبا يتفكر لك كلمه نتفكر لك كلمه ابو البابا وخليني نسال عادل نفكر لك كلمه في البلاتو انا اذكر قلت الخوف كل الخوف ان تصبح تونس ساحه للصراع السياسي بعد ما استقرت ليبيا اليوم تقريبا السعادة اصبحت تونس فعلا هي ساحه للصراع جمله واحده انا قبل السعادة استسمحك انا قلت صحيح البلاتو هذا معناها الصراع اللي كان عسكري في ليبيا اصبح بشكل اخر في كان تونس. في تونس معناها صراع اعلامي ربما نعم. قصف اعلامي ولا غير وما شابه ذلك وتشوف نفس معناها الجماعه اللي دعموا في حفتر معروفين معناها الامارات وفرنسا ومصر والسيسي وجماعه الى غير ذلك نعم. واللي دعموا في حكومه طرابلس الشرعيه تركيا وقطر وغيره 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 وامريكا زاد بالطبيعه تركيا كانت هي ذراع امريكا في ليبيا معناها فهمنا وخاصه القضاء على النفوذ الروسي في في في, في شمال ليبيا. افريقيا في شمال افريقيا اساسا امريكا ما تحبش نفوذ جاي معناها وجود عسكري روسي معناها هذه راهي مساله بالنسبه لها حيويه نعم معناها شوف انت قائد الافريكان وقت اللي صرح طالب شال طرابلس في اوج الحرب في ليبيا معناها والدعم الكبير اللي قدموه للحكومه الليبيه وقتها قال لك لن نسمح معناها ولو انها تتخطى مرتزقه فاغنر